بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هناك خلاف في علم الكلام بين جمهور المعتزلة وبين الإمامية وأهل الحديث في أن الملائكة أفضل من البشر أم يمكن أن يصل البشر إلى مستوى الملائكة بل يتوف يتفوق على ذلك المستوى ذهبت المعتزلة باجمعها الى ان الملائكه افضل من البشر ولهم في ذلك ادله وذهب جمهور العامه الى ذلك وبعض العامه توقف في ذلك انه هل الملائكه هل البشر ان يصل الى مستوى الملائكه ام لا ولكن ذهب الشيعة وأغلب أهل الحديث إلى إمكان تفوق البشر على الملائكة بل وقوع ذلك أما أدلة المعتزلة ذكروا بعض الروايات بعض الآيات الدالة على أفضلية الملائكة ولكن تلك الآيات لا تدل على ذلك أبدا لا أقول لكم أني ملك إني ملك لا أقول لكم إني ملك قالوا بأن النبي يقول لا أقول لكم إني ملك إذن الملك له مقام مرتفع اللي النبي يقول انا مو ملك كله يعني انا لو قلت لك لا اقول لك اني مثلا شجر انا لست بملك هذا فتشي تكويني خارجي هل يدل على أفضلية الملك؟ لا أنا لست ذلك الجنس صحيح ذلك الجنس جنس لطيف له إمكانية الوصول بين السماء والأرض ما يتصوره المشركون، لا اقول لكم اني ملك، انا مو ملك، انما انا بشر مثلكم يوحى الي. هذا لا يدل على تفوق الملائكه. استدلوا بالايه الاخرى قالوا بل عباد مكرمون بالنسبه الى الملائكه، الله يصفهم هم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون. عباد مكرمون. لم ينف احد ان الملائكه عباد مكرمون بل الملائكه قطعا عباد مكرمون وهناك عباد مكرمون ايضا اكثر تفوقا من الملائكه وارفع منزله ودرجه من الملائكه اذا هذه الايه ايضا لا تدل على مدعاهم لن يستنكف <applause> لن يست... الايه الثالثه التي استدل بها المعتزله لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه الملائكه ما يستنكفون يكونون عبيد لله المسيح ما يستنكف هل هذا يدل على افضليه الملائكه على المسيح لا وانا ايضا لا استنكف ان اكون عبدا لله ان يعني الله عز وجل يشرح هذه الحاله المسيح ما يستنكف الملائكه ما يستنكفون هل معنى هذا ان الملائكه افضل من المسيح لا لذلك يقول الشيخ المفيد لانه اتفقت الاماميه في عقائده اتفقت الاماميه على ان انبياء الله ورسله من البشر افضل من الملائكه ووافقهم اصحاب الحديث واجمعت المعتزله على خلاف ذلك وزعم الجمهور ان الملائكه افضل وتوقف بعض الجمهور طبعا الملائكه مكلفون هم معصومون ولكنهم مكلفون. ان لم يكونوا مكلفين فلا معنى لفضلهم. هم عباد مكرمون، الله عز وجل كلفهم. البعض قالوا بان عباده الملائكه عباده فطريه، يعني من ذاتهم هذه العباده مو بيدهم. اذا كان من ذاتهم فبعد ما راح يكون فضل لهم. مع ان الروايات والايات المباركه تشير الى فضل الملائكه والى علو درجتهم اذا هم كلفوا فقبلوا وسبحوا الله عز وجل وسجدوا على ادم ان يكون ادم قبله يعني هم مكلفون ولكنهم لا يعصون الله معصومون من الخطا العصمه لا تنافي التكليف لذلك في قضيه فطرس عندما تردد عذبه الله بذلك العذاب إلى أن أتى وتمسح بمهد الحسين -سلام الله عليه-، إذن هم عباد مكلفون البعض قالوا بأنهم ليسوا بمكلفين مثل ما يصرح الشيخ المفيد أنهم مضطرون وزعموا قوم من الاماميه، الشيخ المفيد هكذا يقول: وانكر قوم من الاماميه ان تكون الملائكه مكلفين وزعموا انهم الى الاعمال مضطرون ووافقهم على ذلك جماعه من اصحاب الحديث، بس هذا مو تام وانما الروايات والدليل العقلي على ان الانسان المضطر لفعل شيء لا يثاب ولا يجزى ولم وليست له درجه مرتفعه شوفوا انتم رجل آلي يجي ينظف البيت هذا هل له اجر مقابل عمله؟ هو مضطر بذلك تكوينته خلقته التكوينيه هكذا اذا الملائكه هكذا فليش الله يمدحهم؟ وليش هذا المقام العالي اللي يحمله؟ اذا هم مكلفون ولكن الله عز وجل عصمهم من الخطأ اذا عندنا أن البشر قد يصل إلى أفضل من الملائكة ليش؟ لأن الله عز وجل كما في رواية أمير المؤمنين خلق الخلق على أنحاء ثلاثة خلق الخلق تارة وركب فيهم العقل فقط فأصبحوا ملائكة وخلق نحو آخر من الخلق وركب فيه الشهوة فقط فأصبح الحيوان، وهناك قسم ثالث دمج العقل والشهوة وركبهما فيه، فإذا هذا البشر اللي رُكب فيه العقل وركب فيه الشهوة يعيش صراعاً داخلياً، قد تغلبه شهوته لشقوته، وقد يغلبه عقله لصفاء نفسه ولطيبه. فما دام هو دا يعيش هذا الصراع الداخلي وبعباره اخرى ان الله عز وجل خلق الانسان من الملك والملكوت من الارض اللي هي ادنى المخلوقات وخلقه ونفخ فيه من روحه نفحه من الملكوت فما دام هذا الشيء المخلوق المركب من الملك والملكوت فإن قوى في نفسه جانب الملكوت قطعا هذا راح يكون افضل من الملائكه، هسه غير الروايات ليش؟ لانه كان يمكن ان يختار الجانب السيء لم يختار ذلك، هو مو معصوم من الخطا هو بهذه الامكانات اللي عنده وبالعقل الذي اعطاه الله وفق الى هذا التوفيق وارتفع الى هذا الشأن الله عز وجل جعل الإنسان فضله، فبعد أن انتقلنا إلى هذه المرحلة، نقول الله عز وجل فضل الإنسان. يقول ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أحسن تقويم من جهتين جهة ذاتية وجهة اكتسابية. شنو الجهة الذاتية؟ ولقد كرمنا بني آدم. تكريم بني آدم، الله عز وجل جعله كريمًا. هذا جهة ذاتية في آية أخرى الله عز وجل يقول وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء الله عز وجل خلق آدم وعلمه رأسا هذه قضية تكوينية هذا شرف ذاتي رفع ذاتية تكوينا وهناك القسم الثاني الاكتساب الانسان بالايمان والعمل الصالح قد يصعد فيصير ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو, او ادنى اللي جبرائيل يقول لو دنوت انملة لاحترقت النبي صلى الله عليه واله وصل الى مرحله جبرائيل اللي هو اعظم ملائكه الله المقربين ما يقدر يقترب هكذا من جهة أخرى قد تغلبه شهوته قد تغلبه شهوته فينزل ينزل دون مستوى البهائم ليش؟ لأن البهائم ما عندهم عقل فاللي يسويه حسب الشهوة يسويه هذا اللي الله أعطاه العقل فإذا به يغطي عقله ويستحوذ عليه الشيطان طبعا ينزل دون البهائم شوفوا رجل فقير ما عنده فلوس ما يقدر يسوي شيء أما إذا رجل غني خلال ستة أشهر ورث الأموال الطائلة من أبيه فبدد تلك الأموال الكل يذمه يقول ذاك الفقير هو ما ورث من والده شيء ما عنده الشيخ لا يذم بس أنت اللي ورثت الملايين كيف فنتها وبددتها خلال فترة قصيرة إذا أنت سفيه المفروض أن يحجر عليك عد البشر يصل إلى دون مستوى البهائم الله عز وجل يقول واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين في آية أخرى مثله أو تتميم هذا الآية مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث كمثل كمثل الحمار يحمل أسفارا في آية أخرى هكذا يتنزل قلوبهم كالحجاره بل هي اشد قسوه وان من الحجاره لما يتفجر منها الانهار من الحجاره يمكن الماء يطلع من بطن الحجر مو النبي موسى ضرب الحجاره فانفجرت منه الانهار طبعا هذا ايضا قرين على ان بعض القلوب قلوب تص يصدر منها الرحمه تصدر الرحمه منها من هذه القلوب وبعض القلوب هي مغلقه كالحجاره بل اشد قسوه لا يرجى منها الخير ابدا اذا هذه طبيعه الانسان لانه ركب فيه الملك والملكوت فان اختار الاول فارتفع فوق الملائكه وان اختار الثاني فينزل الى مستوى متدني، لاحظوا الامام الصادق سلام الله عليه يروي عن جده امير المؤمنين عليه افضل الصلاه وازكى السلام. عبد الله بن سنان يقول سالت ابا عبد الله الصادق عليه السلام فقلت الملائكه افضل ام بنو ادم؟ فقال قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما افضل الصلاه السلام ان الله عز وجل ركب في الملائكه عقلا بلا شهوه وركب في البهائم شهوه بلا عقل وركب في بني ادم كليهما فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكه ومن غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم ليش؟ لأن البها... لأن القبائح ان صدرت من الحيوانات لا تلام الحيوانات فلوجود العقد يلام الانسان ان صدرت منه القبائح هذا متعقل الحيوان فلذلك يستحق الحيوان ما يستحق العذاب العذاب أما الانسان يستحق العذاب، نعم وإذا الوحوش حشرت في تفسير هذه الآية روايات بأنه الحيوان لو ظلم فوق طبيعته فهناك يقتص منه بهالمقدار يعني الذيب مثلا جوعان لو يصطاد لشاة يشبع ولكن يقع في قطيع من الغنم هو يريد يحتاج له شاة واحدة فيجي يقتل أكثر عشرين شاة ظلما وعدوانا هناك يقتص منه بهالمقدار، يعني يحيى هذا الذيب وتحيا تلك الشياه التي ضربها الذيب ويقتص منها واذا الوحوش حشرت بهالمقدار، ليس اكثر من ذلك. لانه كانما في فطره الوحوش والحيوانات هل هالمقدار موجود ان لا يتعدوا على الاخرين، فبهالمقدار يسالون، اما اكثر من ذلك فلا، اما الانسان، لذلك الانسان المجنون هذا غير مكلف. لأن العقل هو الذي الله عز وجل قال له أقبل فأقبل أدبر فأدبر قال بك أثيب وبك أعاقب لاحظوا بعض الروايات في هذا الميدان في ميدانه أن البشر العادي قد يصير أفضل من الملائكة مو الأنبياء والمرسلون مو أمير المؤمنين سلام الله عليهم لذلك العامة يهوسون وشوفوا نقوضهم على رواياتنا بعض نقوضهم يعني في البحار بعض الروايات اللي نذكرها خلق الله من نور وجه علي بن أبي طالب عليهما السلام سبعين ألف ملك يستغفرون له ولمحبيه إلى يوم القيامة في المعالم الزلفة خلق الله الملائكة من نور علي عليه السلام وهذا بإشكال قد يستشكلون يقولون في رواية في كتاب مسلم الصحيح عندهم أن عائشة تقول خلق الملائكة من نور كأنما نقضا على هذه الرواية بدوان الرواية ذيك ضعيفة ما نقبل بأنها صحيحة وما ترويها عائشة غير ثقة لا يعتمد عليها ثانيا سلمنا صحة السند وصحة الرواية وأنها روت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا هي رواية مضمرة أيضا لم تذكر عن من هي تقول وهي لم تكن عالمة حتى عدهم لا تقبل قولها إلا أن نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إذا فلو قبلنا بالإش... أن السند تام وصدرت هذه الرواية ممن يعتمد عليه فرضا ولكن الدلاله هذه الروايه تقول خلق الملائكه من نور، اي نور؟ هذه الروايه اللي ذكرناها في البحر تفسر شنو الروايه؟ خلق الله الملائكه من نور علي، ما يخالف لكن مطلق وهذا يبين لكن النور هو نور علي بن ابي طالب فلا تنافي بينهم في روايه اخرى ان جبرائيل سلام الله عليه دعا ربه ليكون خادما للأئمة هذا حاصل الرواية فجبرائيل خادمنا في البحار المجلد 26 صفحة 344 جبرائيل خادم هنا نعم الله عز وجل عندما شرف أهل البيت شرف أهل البيت وجعلهم هم الذين يعلمون جبرائيل وغير جبرائيل وجعل الملائكة يسجدون لآدم فكان آدم قبلتهم وإنما سجدوا لأجلنا لأجل وجودنا في صلب آدم كما في روايات سبق ذكرها وطبعا جبرائيل من الملائكة أشرف الملائكة ولكن أشرف الملائكة يطلب من الله عز وجل أن يكون خادما للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل بيته بإشكال لا إشكال ثبوتي وأكو دليل إثباتي وانتهى ذلك إشكال عقدي خماكو في المسألة في روايات أنه يستأذنون زيارة الحسين سلام الله عليه وليس شيء في السماوات شيء جنس الأجناس ليس شيء في السماوات إلا وهم يسألون الله أن يؤذن لهم في زيارة الحسين ففوج ينزل وفوج يعرج يصعد كما في تهذيب الشيخ الطوسي وفي علل الشرايع زيارات أخرى هذا البعض يبخل أن يذهب من هنا إلى زيارة الحسين في ليالي الجمعة من أبخل الناس فقال ابخل الناس اللي يبخل عن الخير واكو اعظم من زياره الحسين خير ينفع الانسان دنيا واخرى اقل واحد كل ليله الجمعه يروح للزياره وان كان خمس دقائق طبعا لم يكن له محذور شرعي. خمس دقائق يزور يكون في حرم الحسين يكفي يسلم على سيد الشهداء من قرب يكفي. في روايه اخرى في البحار ليس لهم طعام ولا شراب الملائكه. إلا الصلاة على علي بن أبي طالب ومحبيه والاستغفار لشيعته المذنبين كما أن الملائكة لا يعرفون تسبيحا ولا تقديسا من قبل تسبيح الأئمة هم الذين علموهم هذا في مستفيض الروايات هناك روايات كثيرة في هذا الميدان ان النبي صلى الله عليه واله يقول ان الله يباهي بالشاب العابد الملائكه يباهي الملائكه اذا الملائكه افضل فماذا بالمفضول الله يباهي ام بالافضل يباهي ان الله يباهي بالشاب العابد الملائكه يقول انظروا الى عبدي ترك شهوته من اجلي شلون مقام قد يرتفع عليه بني ادم طيب فسلاحظوا الكتاب علم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني لو كان الملائكه افضل الافضل على الاطلاق ما لازم يكون المفضول مقدم عليه ويسجد للمفضول ما له معنى احدى الادله التي يسوقونها يقولون صحيح علي عليه السلام افضل من الاول اعلم في ميدان العلم اعلم في ميدان الجهاد اسبق في ميدان الايمان مثلا اسبق كذا ولكن الاول كان اكثر عمرا وحنكه في القضايا السياسيه مثلا او في اجتماع الناس عليه اذا هذا صار تقديم المفضول على الافضل بما ان الناس اختاروا المفضول فنحن نقدم المفضول هو هالمقدار ما المفضول يقدم على الافضل مع اقرارهم بكونه افضل لا معنى له ثم قالوا له الكلام كان في ان المنافقين ارادوا قتله امير المؤمنين عندما رجع الرسول صلى الله عليه واله ذهب الى غزوه تبوك امير المؤمنين اتى الى رسول الله في زياره سريعه في القضيه التي مرت وعند الرجوع حفروا له حفيرة أرادوا قتله فيها ولكن الله عز وجل أنقذ الرسول أنقذ أمير المؤمنين، رسول الله أخبر من كان معه وهم قبل أن يصلوا إلى العقبة وكان المنافقون مع رسول الله الذين أرادوا قتل رسول الله أخبرهم فهؤلاء المنافقون قالوا نذهب إلى رسول الله ونبشره بذلك يعني نظهر له هذا حالة النفاق بعد أن يظهر غير الذي يخبره يخبر يعني في داخله. فقال نظهر له اننا سررنا بذلك بحياه رسول الله حتى يطمئن الينا وفي العقبه الخطه نمشيها وهو اغتيال رسول الله صلى الله عليه واله. فبعد ان اتوا وهنأوا رسول الله صلى الله عليه واله بذلك قالوا ثم قالوا له يا رسول الله اخبرنا عن علي عليه السلام أهو أفضل أم ملائكة الله المقربون وإحنا بينا في هذه المقدمة المطولة بأنهم مو أمير المؤمنين كما الآن يذكر الرسول صلى الله عليه وآله أي شيعيا أخرج الغش والدغلة من قلبه لأصبح أفضل من الملائكة وبينا ذلك بالدليل العقلي وبالروايات والنصوص الشريفة فقال رسول الله صلى الله عليه واله وهل شرفت الملائكه الا بحبها لمحمد وعلي؟ صلوا على محمد وعلى محمد. محمد لماذا شرفت الملائكه بحبها لمحمد وعلي؟ شرفت لانها لم تعرف كيف تقوم بالعباده. كما في مختلف الروايات فالله عز وجل علم الملائكه وقال انظروا الى هؤلاء كما في الروايه فسبحنا فسبحت الملائكه وهللنا فهللت الملائكه فهم الذين علموا الملائكه كيفيه العبوديه والعباده فطبعا اذا واحد يعلمك ان تكون عبدا لله وان تاتي بما هو مفروض عليك المفروض ان تحبه فشرف الملائكة لأنهم ارتبطوا بمحمد وعلي عليهما السلام وهل شرفت الملائكة إلا بحبها لمحمد وعلي وقبولها لولايتهما قبول الولاية إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان أنه كان ظلوما جهولا اللي هو هذا العقل كما في الروايات ليش؟ لأنه هو قبل العقل ولكن بما أنه لم يعمل بمقتضى العقل فكفر فخرج عن طور الولاية فإذا وصل إلى تلك المرحلة اللي أصبح كالأنعام بل هم أضل سبيلا الملائكة لا قبل ولاية أمير المؤمنين ومن شكك في ذلك لحظة ابتلوا وابتلاه الله عز وجل كما في قضية بطرس وأنه لا أحد من محبي عليا محبي امير المؤمنين قد نظف قلبه او قد نظف قلبه قد نظف قلبه من قذر الغش يعني الخداع الضغينه الخيانه الحقد قلبه يكون قلب نظيف لا خديعه فيه ولا خيانه ولا ضغينه ولا حقد والدغل الدغل العيب اللي يفسد الامر تارة أمر صالح ولكن يأتي عيب فينفذ في هذا الأمر فيفسده الخل إذا وقع على العسل العسل يفسد يفسد العسل قد نظف قلبه من قذر الغش والدغلة ونجاسات الذنوب الذنوب هي نجاسات معنوية نجاسات معنويه، النجاسات قد تكون نجاسات ظاهريه ونجاسات معنويه، الذنوب نجاسات معنويه، عندما يصدر من الانسان ذنب رائحه نتنه كما في رواياتنا تصدر من بدنه ملائكة الله الموكلين ان مروا من تلك البقعه يتاذون من هذه الرائحه النتنه، الذنب نجاسه معنويه. بس الانسان خب هاي هذه المشاعر بهذه المشاعر اللي يحملها ما يشعر ما يفهم كما ان الغيبه اكل للحمل الميت الغير ميت يعني تقطع جزءا منه فهذا اللحم يكون ميتا فتاكله واحد ما يشعر بهذه الحاله ولكن هذه الحاله موجوده معنويا ونجاسات الذنوب الا كان اطهر وافضل من الملائكه وهل امر الله الملائكه بالسجود لادم الا لما كانوا قد وضعوه؟ هنا الرسول صلى الله عليه واله في هذه الروايه يشير الى نكته وهي انه من اسباب امر الله عز وجل ان يسجد الملائكه لادم على ان يكون ادم قبلتهم في السجود هو انهم اخذهم الغرور اكو خلق الغرور حقيقه خطير الكبر الكبر خطير جدا يمحل الحسنات كلها النار اللي تحرق جميع المثوبات الكبر والغرور فاخذهم الكبر اكو خلق افضل منا اذا الله رفعنا واخذنا فهل يوجد خلق افضل منا؟ الله عز وجل اراد ان يقول لهم هناك خلق افضل منكم تكوينا وأفضل يعني ذاتا وأفضل منكم اكتسابا لماذا أفضل تكوينا مع أن الملائكة عقل وهذا عقل وشهوة لأن التركيبة هذا التركيب الخاص من العقل والشهوة وكونه مكلفا وكونه هذه نكتة مهمة كون إطاعة العبد تنم على حسن سريرته وطيب ذاته الملائكة أيضا يطيعون ولكن هذا العبد اللي ركبت فيه الشهوه ان اطاع فذاته ذات طيبه سيرته وسريرته سريره حسنه كما يذكره بعض اهل الكلام بان جهه ارتفاع الانسان ان العباده التي تصدر عنه تدل على ذلك المخبر الطيب وحسن السريرة صرح به البعض وهل, وهل أمر الله الملائكة بالسجود لآدم إلا لما كانوا قد وضعوه في نفوسهم هذا الكبر اللي كان في نفوسهم إنه لا يصير في الدنيا خلق بعدهم إذا رفعوا عنها إلا وهم يعنون أنفسهم يعني ونحن الملائكة أفضل من يعني إذا إحنا الله أزاحنا من الدنيا يشاء شنو الايه المباركه؟ وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالله اذا اخذنا من الدنيا واتى بخلق ذاك الخلق ما راح يكون مثل علمنا مثل فضلنا. اذا رفعوا عن الدنيا الا وهم افضل من في الدين فضلا. واعلم بالله وبدينه علما فاراد الله عز وجل ان يعرفهم انهم قد اخطاوا في ظنونهم واعتقاداتهم فخلق ادم وتكوينا علمه الاسماء كلها ثم عرضها عليهم فعجزوا عن معرفتها. لا العلم ما ينتهي عندكم ولا ينتهي عند النبي ادم على نبينا والي افضل وعليه افضل الصلاه وازكى السلام فامر ادم يعني فامر الله ادم ان ينبئهم بها بتلك الاسماء وعرفهم فضل في العلم عليها هذا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين